شفى اليوم الرئيس والمدير العام جمع سنطراك رشيد حشيشي على تنصيب رئيس المدير العام الجديد للشركة الفرعية نفطال بالقاسم حرشاوي وهذا خلفا للمدير السابق رشيد ناديل كما تم تنصيب المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية التصيلي شرواطي عادل والذي تسلم المهام من المدير السابق حرشاوي بالقاسم والمدير الحالي لشركة نفطال